نطل عليكم في هذا الأسبوع. حلقتنا محملة لكم بالعديد من الأحداث والأنشطة والأعمال التي تزخر بها تعز على مدى أسبوع كامل، فيه تنوع مثل أيامها وأحداثها التي تتطلع إلى التنمية والحياة، فتابعونا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، منطقة الشغب من عزل مديرية صبر الموادم بتعز تقع على منحدر جبلي متسلسل وتطل على عدد من الأودية كالهوب والمهال والحازة، لكنها مهملة بشق الطرقات التي تعتبر الحياة. فبدأ المواطنون بشق الطريق بجهود مجتمعية ولكنها لا تفي بالغرض، فالنساء يحملن احتياجاتهن على رؤوسهن من الأكل والحطب ودباب الغاز. وعليكم التفاصيل معاناة الشغب في التقرير التالي. منطقة الشغب بصبر الموادم بتعز تمتاز بأنها مدينة فوق قمة الجبال، وهذا يجعلها بحاجة لشق الطرقات في منطقة تفتقر للعديد من الخدمات الأساسية، فالطريق حياة. فمغتربي المنطقة وحتى ساكنيها تبرعوا وشقوا الطريق، ولكن ما زالت تحتاج إلى مواصلة العمل فيها. في نساء الشقب يعانين الأمرين لإيصال احتياجاتهم عبر الحمير وكذا على رؤوس النساء. الكل يعاني من الطريق طويلة وصعبة والسفر إلى مركز المدينة لشراء احتياجاتهم، وهناك من يموت لمسافة الطريق المتعبة وندرة المواصلات، فهي تعتمد على ما يسمى الصالون، هي شبه نادرة وفي أوقات معينة لوعورة الطريق، فنقل مريض يحتاج مبلغ بالنسبة لهم يفوق الخيال. والجميع يذكر ممرضتهم التي ماتت وهي وجنينها، لأن الطريق وعرة وعدم وجود من ينقذها، فمعاناتهم تطول دون النظر إليها. نشكر المبادرة المبتدعين البحثاء الذي أثمرت في إيجاد هذه الطريق، طريق النجادة الذي راح ضحيته كثير من أرباب الأسر، راحوا ضحية فلم يجدوا من يعولهم، فكانت المبادرة المجتمعية مثمرة إثمارا جيدا، والحمد لله الآن تسهلت الطريق. ولم تكفي هذه المبادرة، وإنما نرجو المزيد والمزيد والمزيد لنخفف عن أبناء هذه المنطقة المشقة وجهد السفر في هذه المنطقة النائية والبعيدة عن أنظار الدولة وأنظار المسؤولين. نسأل من الله عز وجل أن يتوج فاعلي الخير لهذا الطريق الذي نحن بحاجة ماسة إليه، وأن يأخذ على أيديهم، ونشد على أيديهم أيضا أنهم يبذلوا في سبيل الله وفي سبيل هذا الطريق الذي يربط عزلة النجادة بعزلة العارضة بمدينة تعز في اتجاه الشمال، وفي اتجاه الجنوب يربط عزلة النجادة بعزلة الحازة وأيضا منطقة دمنة خدير في مديرية خدير. والمطلوب أيها الإخوة هو أن نساعد الناس في إنجاز هذا الطريق، وأن نتعاون وأن نتبرع وأن نبذل، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا الأجر في الدنيا والآخرة. طبعا المنطقة تعاني بشكل كبير جدا، الطريق يعني طريق غير معبد بشكل المطلوب، طريق لم يلقى اهتمام من أي جهة كانت، سواء كان جهة رسمية أو في السابق، يعني طريق لا يتم مسحه، لا يتم مسحه على أكثر من 15 أو 20 سنة لا تمسح، أمطار السيول تمر على الطريق، والطريق يعني تحركات السيارات تكون صعبة جدا في هذا الطريق. طبعا يؤثر على حالة الناس، سواء كان الحالة المعيشية أو الحالة الصحية، فهناك بعض الأمراض التي تحدث في مناطق أو في قرى العزلة لا نستطيع أن نسعف مريض، سواء كان أي نوع من المرض نسعفه إلى المدينة، حتى النساء اللي يحملنا يعني تصل إلى المدينة وقد ربما حصل نوع من الإجهاض أو إسقاط الطفل نتيجة لي يعني الطريق مخربة، يعني طريق خربان، فتحتاج الطريق إلى الاهتمام ولفتة كريمة من السلطة المحلية في محافظة تعز أن يهتموا بهذا الطريق، علما أنه في السابق رصدت لهذه الطريق مرتين أو ثلاث مرات ميزانية لزفلتها، ولكن لم تفي الوعود التي أتت من قبل الحكومة السابقة في نهاية التسعينات وفي 2008 و2006 2005 لم تفي بالوعود،
ولم تحقق أي شيء للناس في هذه المنطقة باعتبار هذه أيوة قبل الحرب، باعتبار قبل الحرب ميزانية رصدت لهذه الطريق لزفلتها، لكن خدع الناس، أخذت أصوات الناس وتم مصادرة أصواتهم ولم يعطوا شيء أمام هذه الأصوات التي سلموها لهم. وعود كلها وعود يعني كاذبة، وعود زائفة لا تفي بالغرض ولا تفي بالمطلوب. المواطن يريد طريق معبدة، طريق جاهزة يستطيع أن يأمن فيه، عندما يسلك هذا الطريق أن يكون آمنا على نفسه، آمنا على أبنائه، آمنا على أمواله، لأنه في عدم وجود الطريق معنى ذلك عدم وجود الحياة. بالنسبة للمعاناة هذه المنطقة، منطقة تختلف عن بقية المناطق كونها بعيدة عن مركز المديرية ولا يصل إلينا شيء من الخدمات، الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، الخدمات مدارسنا تختلف عن المدارس القريبة للمدينة، لا كرسي عندنا ولا صبورة ولا مدرس ولا أرضية، طلابنا على التراب يجلسوا، نساؤنا يحملين الماء من أماكن بعيدة، الماء لا يوجد عندنا ماء، كله على رأس المرأة، المرأة يعني منتهكة تعبانة عندنا، كله عليها باستخدام الحمير، باستخدام طرقنا وعرة وتحتاج إلى ترميم وتحتاج إلى رصف وتحتاج إلى، وكذلك منطقتنا كذلك بيوت الناس هنا في خاصة في قرية الشغب مدمرة من القذائف كونها في منطقة التماس، فهي مدمرة تحتاج إلى رعاية، أبنائها يحتاجون إلى رعاية، يحتاجون إلى صحة، إلى تغذية، وكذلك من الجانب الخدمي الماء لا يوجد، التعليم صفر، جميع الخدمات المهم منعدمة. المعاناة في هذه المناطق خاصة في المناطق المحاذية للمواجهات، منطقة الشقب بشكل خاص معاناة لا توصف، تتمثل أولا في استمرار القصف، في استمرار القنص، القنص لا يستهدف الرجال فقط، القنص يستهدف الأطفال، يستهدف النساء، يستهدف حتى الحيوانات، حتى المواشي لا تسلم من القنص، الألغام، هناك العشرات من النساء الجريحات المبتورات، النساء، الأطفال، الشظايا في كل بيت، المنازل المدمرة، النازحون على مستوى القرية لا يمكن حصرهم، هنا المعاناة كبيرة جدا، ناهيك عن الآثار المترتبة عن الخوف والفجائع التي تحدث للأهالي بسبب كثرة القذائف خاصة الهونات أو الصواريخ أو الألغام، هناك الأمراض الكثيرة من فشل كلوي وكبد وقلب وغيرها، أمراض الشحنات الكهربائية، وكلنا نعرف أن أسباب هذه الأمراض هي أسباب نفسية من الخوف والفزع، والفزع لا يمكن وصفه في هذه المناطق، تضاعف معاناتهم هذه الطريق الصعبة الوعرة، تصل إليهم البضاعة 3 أضعاف سعرها عما هي في المدينة، بلا مبالغة 3 أضعاف السعر، الطريق صعبة وعرة، يصعب إسعاف المرضى، يصعب نقل المصابين، يصعب وصولهم إلى المشافي، الأسر فقيرة، فقدت مصادر الدخل، مزارعهم في مواجهة القناص، ولذلك هم فاقدوا مصادر الدخل، فاقدوا مصادر الحياة. نأمل من الجميع أن يشعر بمعاناة هذه الأسر ليبدأوا بالطريق أولا، الطريق مشروع حياة، متى ما أصلح الطريق وصلت المدرسة ووصلت المستشفى ووصل العلم وتسهلت الحياة جميعها. نطالب الجميع أن يلتفت التفاتة جادة إلى هذه المناطق جميعها، ابتداء بالشق فالجنهبي والرهن والعارضة، مناطق بعيدة جدا في أقصى شرق جبل العروس، في جبال صبر، الشغف التعليم لا يوصف، ومع ذلك حاجتهم إلى المدارس والاحتياجات للكراسي، الشبابيك مكسرة بسبب الشظايا، هذه المدرسة التي نحن فيها الآن يعجزون عن بناء فصول تستوعب المئات من الطلاب الذين يتوافدون من القرى. نأمل أن تكون هناك وقفة جادة للسلطة المحلية وكذلك للمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية. المعاناة كثيرة جدا، منها يعني وعورة الطريق، شحة المياه، وخاصة في هذا العام يعني المراكز الصحية قليلة جدا،
وقد فقدنا الكثير من أبنائنا وبناتنا بسبب عورة الطريق، حيث تصل المريضة إلى المستشفى للمدينة وقد توفت، الجريح الصواب يصل إلى المدينة وقد توفي، وقد فقدنا واحدة مساعد طبيب هنا في مستشفى الشاق في شهر رمضان اسمها نهى علي أحمد، وهي تتولد، فانفجر الرحم حقها، اسعفنا الى المدينه وصلت قاهي مائت. هذا قاهي الام طفل واحد، وهذا بسبب بعد الطريق، بعد الخدمات الصحيه، ما فيش مستوصفات ولا في شيء بالبلاد. شحت مياه، حتى الطفله اللي بتسبع سنين تبكر لا اغلت واللي تندي دبامه توصل قهوة اذن ظهر. ما تروحش تدرس، ما فيش ماء، خاصة في هذا العام كانوا يعملوا خزانات كده لبعض الناس، السنة ناشفين ما فيش شيء، مش مشروع مثلا، إذا هو مشروع لكن هذا خزانات إلا من الأمطار الصيفية، السنة الخزانات فاضية، تعب المهم في هذه المنطقة ما يحمل، بس الحمد لله على كل حال نحمل الحطب. المرأة التعزية متعبة جدا. ها مرأة الشاقب والرهن والعارضة متعبة جدا في جمع الحطاب، ويصيرن يحملن على رؤوسهن الحطاب، الدبة غاز ب20,000 ريال، ما يقدرش واحد مثلا اللي مش موظف ما يقدرش ياخذه، 24 ساعة نعمل بأصعد. مشاهدين، بمناسبة أسبوع العالمي لريادة الأعمال يقام في الغرفة التجارية بتعز المؤتمر التشاوري الأول لريادة الأعمال، والذي نظمه عدد من منظمات المجتمع المدني التي تهتم بانخراط الشباب في التنمية وريادة الأعمال للنهوض بالتنمية المستدامة في محافظة تعز، والتفاصيل في التقرير التالي. بالشراكة مع منظمة شباب التجديد للتنمية والسلام ومؤسسة ثقة للتنمية ومؤسسة باحث للتنمية وحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات، مع الغرفة التجارية لسيدات الأعمال ينفذ المؤتمر التشاوري الأول لريادة الأعمال بمحافظة تعز، متزامنا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وبحضور وكيل أول لمحافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ومدير عام الغرفة التجارية بتعز مفيد عبدو سيف. استمع للعديد من أوراق العمل التي تتحدث عن أهمية تنمية المشاريع الصغيرة والتي تخدم الاستثمار القومي والمحلي ويعمل على سير العملية التنموية في المدينة التي تعاني الحرب والحصار، وأيضا تعاني المشاريع الصغيرة من معوقات أهمها الكهرباء والإيجارات المرتفعة والغير الثابتة وكذا تدهور العملة الوطنية. نحن اليوم في المؤتمر التشاوري الأول لرائدات ورواد الأعمال في محافظة تعز. هذا المؤتمر يأتي بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي تقوم الغرفة التجارية سنويا برعاية هذه الفعاليات. نقوم بهذه الفعالية بدعم ورعاية من بنك التضامن لتمويل بنك التضامن الإسلامي برعاية الأستاذ شوقي أحمد هائل. عدد رائدة الأعمال وصل اليوم إلى 300 رائدة أعمال وسيدة أعمال في الغرفة التجارية. تسعى العديد من السيدات للتوسع في مشاريعهم، ولكن هم بحاجة إلى الدعم، بحاجة إلى العون، بحاجة إلى الرعاية الكاملة حتى تصبح مشاريع حقيقية على أرض الواقع، ويستطعنا أن ينطلقنا كما انطلق في الأخوات في بقية المحافظات أو في الدول العربية الأخرى. نعلم جميعا أن المرأة اليمنية أصبحت هي المعين للأسرة، ونعلم جيدا أن المرأة في تعز بالذات هي في وضع أسوأ من بقية المناطق. عانت الكثير من النساء حتى تصل إلى ما وصلت إليه اليوم من خلال المشاريع الابتكارية التي يقومون بها. نرى الكثير من المشاريع التي تستحق أن تبدأ بتصدير منتجاتها إلى دول أخرى وهي بجودة عالية، وستستطيع فعلا أن تحرك عجلة الاقتصاد المحلي في المحافظة، في المجتمع المحلي والإقليمي، وستصل للدولية. لدينا نساء لديهم رغبة عالية في النجاح. مشروعي مركز قدرات تعز للتدريب والتأهيل والاستشارات. نحن اليوم في أحد الأيام الأسبوع العالمي لريادة الأعمال،
وأتيحت لنا فرصة اللقاء التشاوري في الغرفة التجارية لعرض المعوقات التي تواجهها سيدات الأعمال في محافظة تعز، وكذلك كقصص نجاح لهذه السيدات التي صمدت والتي لها دور بارز في استمرارية عجلة التنمية المستدامة، وكذلك المشاركة في الصمود الاقتصادي لهذه المحافظة. لدى سيدات الأعمال العديد من الصعوبات التي تواجهها هي وأخوها الرجل كذلك على حد سواء. أحد هذه الصعوبات التي تواجهها انعدام الكهرباء التي نطالب بعودة الكهرباء بشكل أساسي، كذلك المعوقات انقطاع الطرق بين المحافظات، الأمر الذي يجعل مشقة في استقلاب المواد الخام إلى محافظة تعز، خصوصا أن محافظة تعز لا يوجد لديها مواد خام بشكل كافي في هذه المحافظة حتى تستطيع المشاريع الاستمرارية في تقديم الخدمات خدماتها بشكل جيد. كذلك أحد الصعوبات التي تطرحها سيدات الأعمال بشكل مستمر المعاونات من الجهات الرسمية، سواء كان من الضرائب أو من غيره، توجد صعوبات مثلا وانتهاكات لهذه السيدات في المطالبات الغير قانونية للضرائب. نحن مع القانون ونؤمن بالقانون، ولكن أن يصبح الأمر خارج عن القانون ويكون هنالك مطالبات غير قانونية، نحن ضد هذه التصرفات التعسفية. كذلك العديد الجانب الأمني الذي كان يشكل كارثة أمام سيدات الأعمال في استمرارها بأعمالها، الأمني غير المستقر يعمل على زعزعة هذه المشاريع. نتمنى من السلطة المحلية ومن كل الجهات الرسمية أن تساند هذه المرأة، وكذلك مساندة كل من لديه فكرة بناءة للنهوض بمحافظة تعز وبالوطن، حتى يصبح تكون مشاريعهم رائدة، تكون مشاريعهم قادرة على أن تحقق فعلا الدعم الاقتصادي لهذا الوطن الذي كلنا نعمل من أجله. صاحبة محلة ورد لفساتين العراس، بدأت مشروعي، أنا كنت مغتربة في السعودية لي 30 سنة، فرجعنا عشان السعودة ومشاكل السعودة، فقلت أفتح لي مشروع. طبعا فتحت المشروع برأس مالي من دون شو اسمه دعم من اي احد، يعني برأس مالي. الحمد لله فتحت المشروع، فتحت لي محل وبديت اشتغل، بس الاوضاع يعني في اضرار من الاوضاع، الانفلات الامني، ارتفاع العمله، حصار تعز، يعني في اسباب كثيره يعني تعيق شويه من المشاريع. ان شاء الله احنا نتمنى بالمستقبل ان شاء الله داعمين سيدات الاعمال بالمستقبل القريب ان شاء الله يكون لنا احنا محل سوق تجاري خاص بسيدات الاعمال، يكون خاص بالسيدات، احنا عشان سيدات اعمال يعني احنا العيون علينا بالذات بالسوق، يعني نعاني من مشاكل كثيره بالنسبه للضرائب، بالنسبه للانفلات الامني، للمتهبشين، في اشياء كثيرة تعوقنا بالسوق. أمتلك مشروع مركز الهديل، المشروع طبعا يتقسم من رياضة وتصوير فساتين عراس. طبعا مشروعي بدأ في عام 2000، حاليا الآن فاتح المشروع ل 23 سنة. أحس نفسي أنني متقدمة جدا، مشروعي ناجح بإذن الله، لدي الكثير من الزبائن، السمعة الطيبة، مثلا إيش أحس نفسي أنني تقدمت إلى الأفضل، لدي عاملات أكثر من مجالات، كل عاملة تكفئ العاملة الأخرى. أشكر الهيئة العامة ومنظمة سميث الذي وقفت بجانبي ودعمتني في مشروعي وحسنتني إلى الأفضل، وأتمنى من الجميع أنهم يدعمون ويوقفوا معنا ونكون أيضا عاملة قوية جدا، ولا نريد أي عوائق أخرى، وأتمنى أن يصلحوا لنا الماء والكهرباء، لأنه أصبح هناك في تجارة ولم نقدر على الادخار، أصبحت الماء والكهرباء عبارة عن تجارة، فنتمنى من الهيئة العامة من المسؤولين أنهم يوقفوا معنا بهذا الجانب. انطلاقا من المسؤولية النابعة لدى الشباب أن أهمية دعم ريادة الأعمال لدى الشباب، انطلاقا من هذه المسؤولية قمنا بالتعاون مع بنك التضامن والغرفة التجارية بإقامة هذا المؤتمر الأول على مستوى
ريادة الأعمال لإتاحة الفرصة للعديد من الشباب والشابات لدعمهم وسمع مقترحات مشاريعهم وتوصياتهم حول ريادة الأعمال وأيضا عن قصص نجاح كثيرة حول ريادة الأعمال. احنا منظمة شباب التجديد للتنمية والسلام مشاركين بتنظيم المؤتمر التشاوري هذا حول ريادة الأعمال اللي هدفه إبراز نشر ثقافة ريادة الأعمال والمساهمة في إيجاد بيئة داعمة وحاضنة لريادة الأعمال. تم تنظيم المؤتمر بالشراكة مع بنك التضامن ومجموعة من المؤسسات للمساهمة في إيجاد بيئة حاضنة لانخراط الشباب والخروج بمسود لانخراط الشباب في جانب ريادة الأعمال الابتكارية والمساهمة في إيجاد حلول في والخروج بتوصيات للمساهمة في إيجاد حلول تساهم في دعم الشباب وانخراطهم في سوق العمل تحسين سبل العيش وإن شاء الله في محافظة تعز وخفض مستويات الفقر الناتجة بسبب الحرب والصراع. مستثمرين لدى مدرسة خاصة من أبرز الصعوبات التي كنا نواجهها السبب الرئيسي هو مكتب التربية والتعليم عدم التعاون مع المدارس الخاصة. يعني قبل الحرب كان ما فيش مدرسة قال مدرسة، الآن افتتاح المدارس الخاصة بشكل عشوائي وهي مدارس غير مؤهلة. كمان نعاني أيضا من الصعوبة التي نواجهها في المدارس الخاصة على مستوى المحافظة إنه بعض من موظفي مكتب التربية والتعليم يطلعوا عندنا المدارس بدون تكاليف أو بتكاليف ويقوموا بالاستفزاز إنه يعني الاستفزاز إنه لو ما دفعنا لهمش يعملوا علينا مخالفات ويأخذونا بتجديد التراخيص ودائما نعاني من هذه الإشكاليات. قد اشتكينا أكثر من مرة لكن ما فيش أي تجاوب. مشروعي السمارت شوز الحذاء الذكي، طبعا هذا المشروع يخدم فئة المكفوفين بحيث انه هذا الحذاء إضافة نضيف فيه متحسس بحيث انه يقوم هذا المتحسس بإعطاء أوامر تنبيهية لأذن المكفوف انه يوجد أشياء أمامه فعلية لتغيير الاتجاه أو تغيير المسار. فيهدف هذا المشروع يعني يخدم ثلاث شرائح من المجتمع: المكفوفين، ثانيا الأشخاص المعاقين بإضافة طبقات لحذاء على حسب قصر القدم، ثالثا الأشخاص العاديين بإعطائهم تصنيع أحذية جلدية تخدم المجتمع بأقل تكلفة وأقل جهد. كما يعلم الكثير من سيدات الأعمال في مدينة تعز إنه مدينة محاصرة منذ الحرب، فأكيد بأي مشروع مهما كانت الدراسة دقيقة يمر بعدة معوقات. من أهم هذه المعوقات للأسف انعدام الكهرباء العمومي مقابل ارتفاع سعر الكهرباء الخاص في مدينة تعز يكلفنا مبالغ باهظة. يعني أيضا تلاعب هبوط الريال اليمني مقابل الدولار، يعني فهذه من أهم المعوقات اللي تواجهنا. أيضا غياب بعض المواد الأساسية اللي نحتاجها كسيدات أعمال في مدينة تعز مما يؤدي إلى جشع التجار والتلاعب بالأسعار داخل مدينة تعز لأنهم يوفروها من محافظات أخرى. أيضا انعدام الغاز الأساسي وبيعه في السوق السوداء كسيدات أعمال نصعب إن إحنا نجيبه من المحطات الأساسية وعدم توفره، فهذه أيضا من أهم المعوقات. أي ارتفاع أصحاب المحلات الإيجارات العقارية، يعني لا يوجد قانون ينظم الإيجارات فما يؤدي إلى جشع المالكين وممكن يرفع 50% يعني بالسنة على فأني وصلت ل 50%، يعني إنه يرفع 50% يعني. أن يصل العدد 300 رائدة أعمال في محافظة تعز، وهذه الإحصائية ضمن سيدات الأعمال في الغرفة التجارية، يعني أن النساء كسرنا حاجز الخوف وأصبحنا قادرات على العمل والعطاء والتنمية في زمن الحرب والوضع الدماري والوضع الاقتصادي المتردد. مشاهدين
الأمن السبراني في ندوة تقام في محافظة تعز، تتحدث عن الجرائم الإلكترونية وكيفية التعامل معها وحماية المجتمع منها، مع معرفة الأسرة عنها وكيفية التعامل معها بشكل يحمي خصوصية المستخدم للإنترنت والعالم الافتراضي، بما يخدم المجتمع، وتفعيل الرقابة الإلكترونية من الأسرة لحماية من الجرائم الإلكترونية. التفاصيل في التقرير التالي. بحضور مستشار محافظ تعز عبد الحكيم شرف، هو مدير عام مكتب التعليم الفني والمهني بتعز المهندس قائد الصلوي، أقيمت ورشة عمل إثرائية السنوية الثانية لمناقشة قضايا تفعيل العمل المؤسسي وتبادل أفضل الممارسات الجيدة بين المعاهد الفنية والمهنية الحكومية والخاصة. ينظمها مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بتعز، وشارك في الورشة مدراء الإدارات في المكتب، وذلك لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية وتسويقها بطريقة مختلفة، مع رفع مهارات المعاهد الفنية والمهنية بتعز لوصولها إلى التميز في العمل لمواكبة سوق العمل من الاحتياجات المهنية. ورشة عمل لمدراء المعاهد في المدينة وفي الريف. هذا اللقاء أو هذه الورشة هي تهدف إلى مسألة تقييم المعاهد من حيث الأداء، من حيث الجودة أيضا. مسألة تقييم تشمل إدارة المعهد ابتداء بالعمادة، ثم النواب، ثم الإداريين، وكذلك الطلاب ومستوى الطلاب، نتائج طلاب الاختبارات ومستوياتهم. هذا العمل طبعا هو عمل جيد، يعني أن يكون هنالك تقييم للأداء من قبل الإدارة العامة للمعاهد، وتقيم كل معهد على حدة. النظام أعتقد النظام ماشيين في نظام جديد، مسألة التقييم، مسألة التحفيز، مسألة التغذية الراجعة أيضا إذا كان هنالك تغذية راجعة، مسألة إظهار النتائج الإيجابية والسلبية، وبالتالي لابد أن كل عميد معهد أو كل مسؤولي معهد يعرفوا إيش إيجابيتهم وإيش سلبيتهم، بالتالي حتى يتمكنوا من تجاوز السلبيات وتعزيز كمان الإيجابيات. تهدف الورشة النقاشية الإثرائية اليوم إلى تحسين وتطوير العمل وتبادل الأفكار والآراء مع عمداء المعاهد، بحيث نحسن ونعزز دور المعاهد في التحسين والتطوير بما ينعكس إيجابا على مخرجات التعليم الفني. إن شاء الله هذه هي الحلقة النقاشية الثانية التي تعقد العام الثاني على التوالي. نهدف في كل عام بعد إجراء عملية الحفل السنوي لتكريم المتميزين، وبعد إجراء عملية التقييم لكل كوادر التعليم الفني، إلى إعداد ورقة للنقاش حول كافة نقاط الضعف والقوة، بحيث أن احنا نعزز جوانب القوة ونتجاوز جوانب الضعف. فإن شاء الله هذه الحلقة النقاشية تؤدي إلى تحسين وتطوير الأداء المؤسسي في المعاهد الفنية ومكتب التعليم الفني، وإن شاء الله يكون التطوير مستمر بحيث نقدر أن نلبي احتياجات سوق العمل من المخرجات. المعهد المهني التقني التدريبي الذي يقيم اليوم ورشة تدريبية لجميع المعاهد من أجل رفع المستوى التدريبي والتأهيلي في محافظة تعز. المشاهدين، الأمن السبراني في ندوة تقام في محافظة تعز، تتحدث عن الجرائم الإلكترونية وكيفية التعامل معها وحماية المجتمع منها، مع معرفة الأسرة عنها وكيفية التعامل معها بشكل يحمي خصوصية المستخدم للإنترنت والعالم الافتراضي، بما يخدم المجتمع، وتفعيل الرقابة الإلكترونية من الأسرة لحماية من الجرائم الإلكترونية. التفاصيل في التقرير التالي. ندوة علمية بعنوان الأمن السبراني والجرائم الإلكترونية، التحديات والحلول، تقيمها جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا قسم الشبكات وأمن المعلومات، وتمحورت الندوة حول دور تقنية المعلومات في الحماية من الجرائم الإلكترونية، والقضاء اليمني وتعامله مع الجرائم الإلكترونية، تحديات وحلول، وكذا دور مأمورية الضبط القضائي في مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى دور الأسرة والمجتمع في حماية الأبناء من الجرائم الإلكترونية. تقام اليوم في جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا ندوة علمية بعنوان الأمن السبراني، الجرائم الإلكترونية، حلول التحديات والحلول. اعتمادنا هذه الأيام على الأجهزة الإلكترونية أصبح كبير جدا. هذه الأجهزة الإلكترونية بسبب ارتباطها بشبكات الحاسوب والفضاء الإلكتروني أصبحت عرضة لكثير من المخاطر.
وبالتالي ظهرت ما يسمى في الوقت الحالي بالجرائم الإلكترونية، الجرائم السيبرانية. تأتي هذه الندوة تجسيدا لدور جامعة القند في خدمة المجتمع وتشجيع البحث العلمي في توعية الأفراد والمؤسسات لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل عدم الوقوع في مصيدة هذا النوع من الجرائم. في هذا اليوم تلقى عدد من الأوراق العلمية، تطرح عدد من الأوراق العلمية، وفيها يتم استدعاء دور الجهات الأمنية، الجهات القضائية، السلطة التشريعية. للأسف الشديد في بلادنا لا يوجد قانون حديث مختص بمعاقبة المجرمين الذين يرتكبون جرائمهم في الفضاء الإلكتروني. ومن هنا توصية هذه الندوة ستقدم إن شاء الله للجهات المعنية من أجل اتخاذ ما يلزم من أجل الحد من تفشي هذه الظاهرة، ظاهرة الجرائم الإلكترونية، وإن شاء الله تكون مفيدة للأفراد والمجتمعات وللدولة بشكل عام. التطورات التكنولوجية وأثرها على المجتمع يأتي الأمن السيبراني للحد من الجرائم الإلكترونية التي هي الآن أصبحت خطر يداهم المجتمع والأسرة. مشاهدين، وصلنا إلى نهاية برنامجكم إضاءات من تعز، طفنا في العديد من الأنشطة والفعاليات والتفاعلات المجتمعية. الأسبوع كان مليئا بالأحداث العديدة، ونتمنى أن نكون أحسن الاختيار ونالت إعجابكم، إلى أن نلقاكم في الأسبوع المقبل. تقبلوا تحياتي لكم وتحيات قناة عدن الفضائية من تعز.